ضربات بطائرات غامضة يشتبه بأنها تابعة للقوات التركية تمت يوم أمس داخل الأراضي العراقية، وهذه الضربات هي جاءت على مستوى منطقتين. هنا كما ترون هذه هي طبعا هذا هو شمال العراق باللون الأصفر، هي مناطق سيطرة حكومة إقليم كردستان. المناطق التي ضربت هي هنا تقريبا في قضاء يطلق عليه قضاء أغجلار تحديدا بهذا الاتجاه، وكذلك كانت هنالك ضربة في مخمور، وكنا أمام فعل وردة فعل. هذا هو الفعل، وكانت ردة الفعل مباشرة قادمة على قاعدة زيريكان الموجودة في بعشيقة بهذا الاتجاه. دعونا نبدأ من أغجلار وما الذي جرى في هذه المنطقة تحديدا بالاقتراب من هذه المنطقة. بالنسبة للمصادر المحلية في تلك المنطقة والمسؤولين كذلك تحدثوا بأنه كانت هنالك طائرتين مسيرتين لونها أبيض وهي غامضة كانت تحوم حول هذه المنطقة. هما هنا كما ترون مدينة شمشمال القريبة طبعا من كركوك بهذا الاتجاه. هذه الطائرات المسيرة التقارير تحدثت بأننا كنا يوم أمس أمام ضربتين. الضربة الأولى هي جاءت في الساعة الخامسة فجرا، الخامسة والربع فجرا تحديدا، وهي التي استهدفت إحدى مقرات حزب العمال الكردستاني، ولكن سرعان ما اختفت مسألة هذا المقر. لم تظهر هنالك أي صور، لم تأتي أي معلومات إضافية، بل إن المعلومات ركزت على الضربة الثانية التي جاءت في الساعة 9:35 بحسب المصادر المحلية التي تحدثت بأن الطائرات المسيرة استهدفت إحدى العجلات من نوع تويوتا هايلوكس. كان فيها هنالك 3 أشخاص في هذه المنطقة التي ترونها، ألا وهي قضاء توتقل بهذا الاتجاه الذي يأتي إلى جنوب غربي طبعا، وهي قرية حقيقة، قرية توتقل تحديدا، وتأتي إلى جنوب غربي وقريبة جدا من قضاء أغجلر الذي تحدثنا عنه. وكانت هذه العجلة هنالك فيها 3 أشخاص كما تحدثنا، الطائرات المسيرة دمرتها تماما وقتلت كل 3 أشخاص الموجودين هنا في هذه العجلة. وكان هنالك مدنيين 2 توجهوا مباشرة من أجل إنقاذ هؤلاء 3، وفجأة وبعد ذلك الطائرات المسيرة كانت تراقب كل شيء وجاءت بسرعة لتضرب كذلك هؤلاء وهذان المدنيان طبعا، وهذا الأمر أدى إلى مقتلهم كذلك. وبالتالي نحن أمام 5 ضحايا بسبب هذه الضربة. تم التعرف على المدنيين والكلام طبعا من الحديث من المصادر المحلية تحدثت بأن هذان المدنيان هما طبعا مختار قضاء أغجلر وكذلك زوج بنته بحسب طبعا ما نشر من هذه القضية، وأنهما قتلا في هذه العملية. وبالنسبة إلى 3 لم يتم التعرف عليهم حتى هذه اللحظة بعد هذه العملية. كانت هنالك كذلك صورا جاءت ونشرت لهذه العملية وللضربات التي جاءت. كما نلاحظ هذه العجلة التويوتا التي تحدثنا عنها بهذا الشكل، وواضح جدا بأنها انحرفت عن طريقها بعد هذه الضربتين. نتحدث عن ضربتين تعرضت لها بشكل مباشر، بل إن كانت هنالك أيضا لقطات قادمة للحظات الأولى للضربة التي تعرضت لها هذه العجلة كما تلاحظون هنا بهذا الشكل. كانت هذه هي اللقطات لهذه الضربة لهذه العجلة كما تلاحظون. وإذا ما حاولنا أن نأخذ بعض العلامات لكي نفهم أين تقع هذه المنطقة تحديدا، هنا طبعا كما هو واضح بأن العجلة قد ضربت هنا بهذا الاتجاه، وهذا هو الطريق الذي يبدو طريقا ترابيا بهذا الشكل. كذلك كما نلاحظ بأن هنالك برجا، وهو برجا للكهرباء على ما يبدو إلى شمال هذا الطريق الترابي الذي نتحدث عنه. هنا مساحة خالية، واضح بأننا قد نكون أمام مناطق زراعية بهذا الاتجاه، وكذلك هنالك أشجارا. واضح جدا أن المصور هو يقرب كل شيء تقريبا في هذه القرية، قرية توتقل التي نتحدث عنها طبعا بكل تأكيد، وهنالك مناطق جبلية في الخلف بعيدة طبعا من هذا المنظر. وبالتالي بعد التصوير وكما نلاحظ من هذه الضربة التي جاءت في هذه المنطقة الخالية، الواضح بأن التصوير سيذهب الآن إلى الشمال قليلا بما يعادل أو تقريبا 180 درجة، قد تكون أقل من 180 درجة بسبب التقريب. وسنلاحظ بأننا أمام جبل كبير وهو الأهم طبعا في هذه الصورة التي نلاحظها بهذا الشكل. وعلى هذا الأساس بالتوجه إلى الأقمار الصناعية لكي نحاول أن نقترب من حقيقة أين تمت هذه الضربة لهذه العجلة. وبالاقتراب الآن من الأقمار الصناعية إلى قرية توتقل التي تحدثنا عنها والتي هي تأتي بالقرب من قضاء أغجلر بهذا الاتجاه كما تلاحظون. هذه الصورة طبعا واضحة، هنا طبعا القرية التي نتحدث عنها، وهذا هو
قضاء أغجلر الذي يأتي بهذا الاتجاه، وهذا هو الجبل الذي ظهر إلى شمال المصور بكل تأكيد. إذا ما اقتربنا من إحدى الطرق الترابية، هنالك الكثير من الطرق، قد لا يكون هذا الطريق هو الطريق الذي نتحدث عنه بالضبط، ولكن الطريق الترابي هذا تقريبا فيه جميع العلامات. هذا هو طبعا الطريق إلى الشمال، يأتي هنا كما نلاحظ هذا هو البرج الكهربائي الذي تحدثنا عنه، وبعد ذلك بالابتعاد قليلا بالقمر الصناعي الآن فقط لنأخذ هذه العلامات. كما تلاحظون بهذا الاتجاه سنلاحظ بأننا أمام هذا الطريق الترابي وهذا هو البرج. قد يكون الانفجار من هذه المسافة يأتي بهذا الاتجاه، مساحة خالية ومساحة خالية، وهنا الجبال تأتي بهذا الاتجاه، وإلى الشمال طبعا تأتي الجبال التي تحدثنا عنها. إذا ما توجهنا إليها بالقمر الصناعي قليلا الآن سنلاحظ بأننا فعلا أمام تقريبا نفس المسافة التي نتحدث عنها بهذا الاتجاه، وبالتالي هذه هي القرية التي تحدثنا عنها، هذه هي المسافة، وهنا نحن أمام مسافة تقريبا 180 درجة عندما نتحدث عن هذه المنطقة، وبالتالي قد نبدو وقد نكون فعلا قد أصبنا في هذه المنطقة، وقد نكون لم نصب ولكننا قريبين جدا في ظل التقارير التي تحدثت عن هذا الأمر. والأمر المهم أن العجلة كانت موجودة في هذه المنطقة، هذا ما هو مهم في هذه المسألة وفي هذه الضربة التي نتحدث عنها. وبالتوجه الآن والعودة إلى الخارطة الخاصة بنا فقط لنتعرف على المنطقة بشكل أكبر، الضربة كما تحدثنا الأولى جاءت هنا، والمثير بهذا الأمر أن الأمور لم تتوقف بالنسبة لهذه الطائرات المسيرة الغامضة، بل إنها توجهت مباشرة أيضا وقامت بضرب مخيم مخمور الذي يتواجد فيه 12 أو 13 ألفا من حزب العمال الكردستاني الذين هم قد لجأوا إلى العراق منذ عام 1990 وتحت رعاية الأمم المتحدة في هذه المنطقة، تعرضوا أيضا إلى ضربة وعلى عجلة أيضا، وقتل اثنان في هذه القضية وفي هذه العملية. وبالتوجه الآن مباشرة إلى أيضا مقطعا آخرا لهذه العجلة بعد ضربها مباشرة باللحظات الأولى وبالدقائق الأولى، واضح أن أبناء المخيم يتوجهون مباشرة في مخيم مخمور لإطفاء النار التي اشتعلت بسبب هذه الضربة القادمة من الطائرات المسيرة التي نتحدث عنها بهذا الاتجاه، والتي طبعا أدت إلى مقتل اثنين طبعا ليس واضحا من هم وإلى أي جهة ينتمون. الشبهات تذهب إلى أنهم عناصر من حزب العمال الكردستاني بكل تأكيد. وطبعا هذه الضربات التي تحدثنا عنها في هذه المنطقة في أغجلر وفي مخمور دفعت بعد ساعات مباشرة مجموعة تطلق على نفسها أحرار سنجار باستخدام طائرتين مسيرتين مفخختين مباشرة على قاعدة زيليكان التي تتواجد في بعشيقة بهذه المنطقة، والتي تتواجد فيها القوات التركية وطائرات المسيرة، وهاتين الطائرتين هي لأول مرة يتم استهداف هذه القاعدة بالطائرات المسيرة المفخخة طبعا. ولم يؤدي هذا الأمر على الأقل على المستوى الرسمي والتصريحات الرسمية إلى مقتل أو جرح أي شخص أو أي جندي من القوات التركية في هذه المنطقة، ولكن الأمر أدى إلى مقتل شخص يطلق واسمه خالد عبد الرحمن وعمره 22 عاما، وهو من المدنيين والذين طبعا يعملون في المطبخ الخاص بهذا المعسكر. هذا هو الشخص الوحيد الذي أعلن بشكل رسمي عن عملية قتله بكل تأكيد بسبب هذه الضربة، ولكن أحرار سنجار بحسب البيان الذي صدر منهم بأن هذه الضربات كانت دقيقة وألحقت خسائرا كبيرة بين القوات التركية التي نتحدث عنها. وهنا المشكلة في هذه المسألة، المشكلة الحقيقية، ولماذا هي طائرات غامضة رغم بأن العلامات توضح بأنها قد تكون تابعة للقوات التركية. المشكلة أن القوات التركية ووزارة الدفاع التركية لم تتبنى لا الضربة التي جاءت على أغجلر ولا حتى الضربة التي جاءت على مخيم مخمور. وكذلك المهم في هذه القضية أيضا بأن الأتراك بشكل عام أعلنوا اليوم قبل ساعات من بدء هذا البرنامج، قالوا بأنهم قد تمكنوا من قتل ثلاثة من عناصر البككة، ولكن في منطقة في الشمال وليست هذه المناطق التي نتحدث عنها. بالإضافة إلى ذلك بأن هذه المنطقة التي نتحدث عنها إذا ما أخذنا أغجلر هي بعيدة للغاية عن القواعد الخاصة بها، تحتاج القوات التركية وهي تمتلك هذه الإمكانية لعبور 200 كيلومترا للوصول إلى هذه المنطقة، ولكن هي منطقة بعيدة جدا عن عملياتهم، وهي لا تتوافق مع قفل المخلب التي بدأوها من أجل تأمين هذه المنطقة من أجل منع حزب العمال الكردستاني من العبور وأن يجدون منفذا مباشرا إلى تركيا بشكل مباشر. وبالتالي الغموض عالي جدا من هذه العملية. قد نسمع شيئا من وزارة الدفاع التركية في اليومين أو الثلاثة أيام القادمة، ولكن
ولكن حتى هذه اللحظة ليس هنالك شيئا واضحا. وما أثار الجدل كثيرا أن في الأسبوعين الماضيين الحرس الثوري الإيراني كانت لديه عمليات في سيدكان وتحديدا إلى شرقها في بربزيان بطائرات مسيرة، 5 طائرات مسيرة هاجمت هذه المنطقة، وبعد ذلك كانت هنالك عملية اقتحام من الحرس الثوري الإيراني في مناطق تأتي إلى شرق أو شمال شرق بحيرة دوكان التي تأتي بهذا الاتجاه. هذه هي بحيرة دوكان، كان هنالك عملية اختطاف لسبعة فلاحين وانسحبوا طبعا بهم إلى الأراضي الإيرانية بشكل مباشر، بالإضافة إلى أن هذه المنطقة تبعد ما يقارب 51 كيلو مترا وهي أقرب من الهجمات إن كانت بالنسبة للقوات التركية التي لا تبدو، حتى وإن كان هنالك عناصر من حزب العمال الكردستاني قد لا يكونوا مؤثرين على المنطقة التي تحدثنا عنها، وقد يكون الغرض تماما هو للتصعيد ضد القوات التركية، إيجاد ذريعة من أجل استهداف هذه المنطقة. ليس هنالك شيئا رسميا، ولكن هي كلها تأتي في ضمن ومن ضمن التحليلات حتى لحظة سماعنا في الأيام القادمة في الساعات القادمة شيئا من وزارة الدفاع التركية حول هذه المسألة إن كانوا مسؤولين عن هذه القضية. ولكن الأهم من هذه المسألة بالنسبة إلى هذه المجموعة أحرار سنجار، من هذه المجموعة؟ هذه المجموعة هي ليست قديمة أبدا، هي جديدة، هي ظهرت في بداية شهر فبراير من هذا العام باستخدامهم وبإطلاقهم 18 صاروخا مباشرة على قاعدة زيليكان التي تتواجد فيها القوات التركية، ومع جمع هذا الأمر في حقيقة الأمر مع الطائرات المسيرة وطائرتين مسيرة مفخخة تستخدم بشكل مفاجئ من هذه المجموعة وكلها أطلقت بالنسبة للصواريخ وبالنسبة للطائرات المسيرة يعتقد بأنها أطلقت من مناطق لا تسيطر عليها طبعا بالنسبة للبككة أو حزب العمال الكردستاني، لا يسيطرون على هذه المناطق بل أطراف أخرى تسيطر عليها. ومنذ ظهور هذه المجموعة وبدأت التحليلات تأتي والمعلومات تسرب من المونيتور وكذلك من معهد دراسات الحرب الأندرستاندينغ وور، وبالنسبة لأحرار سنجار التي تأتي بعلامتها بهذا الشكل التي ظهرت في بداية فبراير قالت المونيتور عنها الآتي: من المحتمل جدا أن تكون أحرار سنجار مرتبطة بالفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق. أما بالنسبة لمعهد دراسات الحرب قال الآتي: أطلقت مجموعة جديدة مدعومة من إيران أحرار سنجار ما لا يقل عن 18 صاروخا على قاعدة للقوات المسلحة التركية في بعشيقة. وأضافت أيضا: تشير قدرة أحرار سنجار على إطلاق صواريخ من مناطق يسيطر عليها وكلاء إيران بعيدا عن سنجار إلى تنامي التنسيق بين الجماعات المسلحة التي تعمل بالوكالة عن إيران في العراق مع حزب العمال الكردستاني. وقد نكون هنا أمام مجموعة فعلا واجهتها هي أحرار سنجار، ولكن المضمون هو الفصائل المسلحة الموالية لإيران، لأن هذه الاستراتيجية شهدناها بتقرير واضح العام الماضي في 21 مايو من عام 2021. رويترز تحدثت عن أن إيران بدأت تشكل مجموعات جديدة من أجل عمليات جديدة لتكون واجهة لها، وبالتالي قد نكون هنا أمام واجهة بكل تأكيد من ضمن هذا التقرير ومن ضمن هذه الاستراتيجية والأسماء الجديدة التي ظهرت لدينا في العراق بكل تأكيد. هذه المجموعة مجموعة أحرار سنجار أيضا ما هو مثير عند ظهورها في قناة التليجرام بعد الهجوم الخاص بها بالصواريخ 18 صاروخا التي تحدثنا عنها، شكلت أو قامت بإنشاء هذه القناة على التليجرام هنالك القليل من المشتركين طبعا 51 مشتركا في 3 فبراير. المثير في 22 فبراير قاموا بفتح قناة أو قاموا بإصدار في حقيقة الأمر بيان جديد، أصدروا الشعار الخاص بهم وأصدروا بيانا شديد اللهجة بعد عدد من الضربات التي جاءت من القوات التركية على العمادية طبعا في دهوك بهذا الشكل، بدأت تهدد بشكل كبير. والمثير أن التهديد الخاص بها وظهورها بهذا الشكل وظهور طبعا الشعار الخاص بها هو يأتي متزامنا بعد توقيع شركة كار مجموعة كار المهمة التي يرأسها ومديرها التنفيذي الشيخ باز رؤوف كريم، طبعا هو قام بعملية توقيع اتفاقية غاز مع تركيا بشكل مباشر، وبعدها بشكل مثير للغاية في شهر مارس كانت هنالك الضربات القادمة بالصواريخ البالستية على منزل هذا الرجل مباشرة، وبعد ذلك كانت هنالك استهدافات من الفصائل المسلحة على احدى المصافي التابعة الى مجموعة جروب بكل تأكيد، وهذه طبعا كار جروب عفوا، وهذه طبعا تأتي بسبب ان الايرانيين لديهم مشكلة في الاتفاقية النووية ومسألة الطاقة ولا يريدون العراق ان يعتمد على نفسه باي شكل من الاشكال بعد العديد من التحقيقات في مسألة المقرات الاسرائيلية التي دائما ما
سمعنا عنها من الأطراف الإيرانية. وعلى هذا الأساس وهنا المثير، ظهور هذه المجموعة هي أثناء كل هذه الأحداث التي نتحدث عنها، لذلك قد نكون نحن هنا بشكل واضح أمام جبهة جديدة ضد التواجد التركي. نضغط على الشركة، نضغط على الطاقة العراقية، ونضغط على التواجد التركي لإفشال هذا المشروع بأكمله. هذا ما يبدو على الأقل، وما يبدو أيضا من تصريحات صدرت اليوم من المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حول المقرات الإسرائيلية في رسالة مبطنة قد تكون موجهة إلى أربيل من العميد رمضان شريف، قال الآتي: الصهاينة أعلنوا رسميا بأنهم لا يحتملون وجود إيران قرب تواجدهم، ونحن أيضا نعلن في سياق الدفاع عن أمننا ومصالحنا الوطنية بأننا لا نحتمل وجود أي معقل لهؤلاء في جوار بلادنا. فقد نكون هنا طبعا بكل تأكيد في ظل الاتهامات المستمرة بأننا قد نكون أمام شيء قادم على أربيل لا سامح الله مرة أخرى، بدعي أن مقرات إسرائيل هناك، وبعد ذلك نرى بأن الاستهداف هو ضد الغاز مرة أخرى، وبالتالي نحن أمام صراعات كبيرة للغاية. سنحاول أن نفكك هذا الموضوع بأكمله.